اتصال مع الشيخ غالب بن ناصر كعلان، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وأحد وجهاء محافظة مارب. مرحبا بك شيخ غالب. حياك الله اخي العزيز، اهلا وسهلا بك وبضيوفك الاكارم. اهلا وسهلا بك. نتحدث اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على كل يمني مؤمن بالحرية والديمقراطية وبالأمن والأمان والسلام والاستقرار والتنمية. ما الذي يعنيه لك يوم 17 من يوليو عام 1978؟ والله باختصار شديد، يوم 17 يوليو يشكل لنا مشروع وطن، مشروع تنمية، مشروع حرية، مشروع ديمقراطية. علي عبد الله صالح رحمه الله أتى على بلد كل المنشآت الحيوية التي نراها اليوم كلها بنيت طوبة طوبة في عهد علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح تاريخ، عاش معنا 30 سنة أو أكثر، لن تمحاها كلام المزايدين أو كلام الذين يرون بعيون حول علي عبد الله صالح. و17 يوليو هذه ذكرى لن ينساها الشعب اليمني. نهضة وطن كما سموا هاشتاغها الأخوة في الإعلام، هي نهضة وطن حقيقية انطلقنا من خلالها. أنا كنت مدير عام مديرية في إحدى مديريات مأرب في العام 2010 والعام 2011، كانت موازنة المديرية تقريبا مليار. كل هذا المليار كان مشاريع تنموية بين مدارس ووحدات صحية وطرق ومشاريع مياه ومشروع كهرباء، أنار حتى للخيام التي في أسفل الشعب. نعم شيخ غالب، ما الدروس التي يمكن أن نستلهمها من مسيرة الزعيم رحمه الله للخروج من الواقع المؤلم الذي نعيشه؟ نعم، الدروس التي يمكن أن نستلهمها من مدرسة عفاش رحمه الله، عفاش مدرسة بما تحملها الكلمة من معنى. عفاش عمل لنا خطوات حوار، عمل لنا خطوات فعلية عن العفو، خطوات فعلية عن التسامح، عن الإخاء، عن التنمية. عفاش رحمه الله كلية فعلية عاشت مع اليمنيين، يجب أن يرجعوا لما كان يدعو. كل خطابات علي عبد الله صالح اليوم نرجع إليها، وإذا به يفسر لنا المستقبل خطوة خطوة. لم يكن نبي ولم يكن ملك ولم يكن إله، كلا، لكن كان بشر يؤمن بالحقيقة وبالواقع. لذلك على أولئك الذين خرجوا على علي عبد الله صالح إنما منحهم حرية أن يعطوا رأيهم والتعبير برأيهم، خرجوا عبر هذه النافذة، عليه ليطالبوا بوضع أفضل وبمستقبل أفضل. عليهم أن يعلموا أننا اليوم في السنة العاشرة منذ نثرتهم المشؤومة ونحن نعاني. لم يبقى مشروع تنموي، ولم يبقى راتب، ولم يبقى سعر الصرف، ولم يبقى حتى كرامتنا ولا سيادتنا ولا حدود بلدنا ولا منشآتنا ولا موانعنا. كل وضعنا يرثى له. عليهم أن يجنبوا كفاهم وليجعلوا أبناء اليمن المخلصين يبنوا اليمن ويخرجوه من هذا الوضع المزري. يجب أن تكون أول خطواتنا كيمنيين تجاه وطننا إخراجه من البند السابع الذي طالبوه. أول شعب يخرج يطالب بإدخال بلده تحت البند السابع هؤلاء. نعم الشيخ غالب بن ناصر كعلان، أحد وجهاء محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك.